اخواتي اخواتي حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ جاي لكم فيديو جديد جامد. النهارده الفيديو عن الابراج الاكيله. اكيد طبعا كلنا بناكل، اكيد مفيش حد ما بياكلش، كلنا طبعا بناكل، بس الابراج اللي جايه دي اكتر ابراج بتاكل. الاكل بالنسبه لها مهم جدا، لازم ممكن في اللي بيكافئ نفسه بيه، في الكل بيبقى فاضي ياكل، في الفرحان بياكل، مكتئب بياكل، في اللي حياته مبنيه على الاكل بس، في اللي ممكن يبقى ما بيفكرش في شغله وبيفكر هو ياكل النهارده. الابراج اللي جايه دي هي اكتر ابراج بتحب الاكل. تابعوا الفيديو للاخر، ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه واستنوا كل جديد. مش جعان، انا مش جعان، انا مش هاكل النهارده، انا مش نفسي يا جماعه، ما حدش يتحايل عليا، مش هاكل النهارده، ما حدش يقول لي كل حتى حته جبنه، مش هاكل النهارده اي حاجه. ايه ده الفراخ دي؟ يا احلى يوم في عمري، يا احلى يوم في عمري، يا لهوي. ايه ده ايه ده؟ مفيش سلطه بقى وطحينه؟ سلطه وطحينه بقى، اعملوا الراجل معانا يا جماعه، قدروا. بس الحمد لله كده، الحمد لله رضا خلاص كده، مفيش مكان في معدتي مش هقدر اكل. انا ما اكلتش من الرز، ما اكلتش، خدته معلقه، انا ما اكلتش من اهو. خلاص خلاص، كفايه كفايه بقى، يعني كفايه. اه خلاص كده، مفيش اكل تاني. انا جوعت، انا جوعت. ايه ده؟ انا مبسوط؟ لا ناكل، ناكل بقى، ناكل، ما ده مبسوطين ناكل. متضايق، متضايق قوي حقيقي، ومتضايق وزعلان، يعني انا مش فاهم، فرحان باكل، زعلان باكل، في حاجه غلط في هرموناتي مش قادر اعرفها. ايه ده؟ سلطه؟ سلطه وطحينه؟ بقول لكم انا النهارده طلع عين امي في الشغل، انا لازم اكافئ نفسي يا جماعه، انا لما اتعب بكافئ نفسي بالاكل، الاكل هو المكافاه بتاعتي، هي مكافاه حياتي الاكل. هاتولي فرخه، وهاتولي نص كفته، وهاتولي عيش، هاتوا لي زودوا سلطه، ماشي زودوا سلطه وطحينه، يلا بسرعه. بس كده الحمد لله، انا كده كلب. لا خلاص مش هقدر يا جماعه، اودي فين؟ اودي فين؟ ربي يا ربي، الاكل 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 تحفه، بس مشكلتي ان انا مش بعرف اكل كتير، دي مشكلتي. خلاص كده الحمد لله، هودي فين؟ لا 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 خلاص خلاص، عرفت هودي فين؟ خلاص انا كده يا جماعه بفطر على خمس ست مرات، فانت لما تيجي تحطوا لي الاكل ما تشيلوهوش، سيبوه عادي، هروح كل شويه جاي عليه. والله لو عليا عارف كنت اكلت، بس مشكلتي الدايت، الدايت والله الدايت هو اللي مانعني. انا بحب احافظ على صحتي وعلى نفسي جدا، هي دي مشكلتي في الحياه، عشان كده ما بعرفش اكل، مش عارف. وانا من بلدي الناس تفضل تقول لك اكل بالليل، بلاش اكل بالليل، ماله اكل بالليل؟ ده احلى حاجه هو اكل بالليل ده وربنا، احلى حاجه بيقول لك بندخل لو كنا بالليل قبل ما ننام، عادي هو يا جماعه، ولا في اي حاجه، مفيش اي مشكله، الدنيا جميله وزي الفل. انا مش قادر، مش قادر اكل خلاص، انا بطني اتملت. المشكله ان انا لسه باكل، يعني مش عارف، مش عارف. طيب يعني بالمره احب اقول لكم رايي في الاكل، عشان انتوا عارفين ان انا دايما بحب اقول رايي في الاكل. الفراخ دي على فكره التتبيله بتاعتها يعني ناقصه، المفروض كنتوا تزودوا خلطه الزبادي شويه، فاهم؟ مع خلطه الشيش طاووق اللي انتوا حاطينها، ما تهبدوش يا جماعه في الاكل. والسلطه دي على فكره ناقصه ملح وطماطم، انا ما دوقتهاش ولا اكلت منها. ها؟ ما اكلتش منهم. وبعدين الطحينه دي يا جماعه قلنا 100 مره نزود زيت وخل، مش عارف افضل اشرح لكم لحد امتى. انا ما اكلتش منها برضه، الخضره اللي فيها دي ما اعرفش جت منين. طبعا في ناس هتقول لي انت ليه ما جبتش الابراج كلها في الفيديو ده زي ما بتجيبها في الفيديوهات اللي فاتت؟ يا جماعه باختصار الفيديو ده كان معمول عشان اقول لكم اكتر ابراج بتحب الاكل، بس مش ان انا اوصف الابراج كلها، بس بوعدكم ان الفيديوهات اللي جايه كلها هيبقى فيها الابراج كلها زي الفيديوهات اللي فاتت. ما تنسوش تشتركوا في القناه، بحبكم.